دكتور عربي، أيوة. بعد الكلام العظيم اللي دكتور معوض تفضل بيه وحضرتك سابقا، شايف ازاي الاهالي، مش هتكلم على الطلبه، الطلبه وانا الحقيقه مضطر اقول ده اصبحوا اكثر وعي من الاهالي بشكل كبير جدا الحقيقه يعني، فازاي الاهالي بدات تعي فكره الجامعه التكنولوجيه، وان ابنه هيدخل جامعه تكنولوجيه، ويعني ايه جامعه تكنولوجيه، وهيتخرج منها ازاي، ازاي بدات النظره دي تختلف؟ هو حضرتك طبعا يعني الاعلام له دور كبير في ان هو يعرف الناس الجامعات التكنولوجيه، بالاضافه كمان يعني هو يعني يا ريت مثلا الاهالي يبصوا لابنه يلاقي فرصه عمل لما يتخرج ان شاء الله يعني. فعندنا البرامج الجديده او البرامج اللي زي ما قال الدكتور معوض، كل البرامج دي بينيه وكلها لها مستقبل في طبعا في وظائف او سوق العمل، ولكن طبعا انا عايز الطالب يخش الحاجه اللي حاببها يعني، يعني الحاجه اللي هو شايف نفسه هيدي فيها يخشها يعني. الجامعات التكنولوجيه حضرتك يعني كان السنه اللي فاتت كنا للسعه المكانيه بتاعتنا بناخد 800 طالب، كان جاي لنا 2200 طالب يعني. فده معناه كده ان طبعا الجامعات التكنولوجيه بقت في الحاله ديت كل الناس دلوقتي يعني سنه عن سنه في الحاله ديت بتفرق يعني. حتى في التنسيق كان الجامعات السته او الجامعات السبعه الجداد كانوا واخدين ثانويه عامه 50%، السنه دي اتقفلت من المرحله الثانيه، اتقفلت من المرحله الثانيه كلهم، اتقفلوا من المرحله الثانيه، ما فيش حاجه نزلت في المرحله الثالثه. في بعض الحاجات اللي نزلت في المرحله الثالثه، في عندنا طبعا جامعات التكنولوجيه ثلاث كليات، اول كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه ودي اتقفلت، تاني كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه، ودي في بعض التخصصات موجوده لسه يعني بعض البرامج موجوده في المرحله الثالثه، والاضافه لتكنولوجيا الخدمات الفندقيه والسياحيه ديت معظمها، بس ديت جامعتين في الاقصر وفي شارع بورسعيد، ودول نازلين مرحله ثالثه ان شاء الله يعني. فكره ان حد يقول لحضرتك ايه، انا ابن خريج ثانوي عام وليه يدخل جامعه معافيه خريج من ثانوي صناعي مثلا يعني، هل النظره او الحساسيه دي بدات تتلاشى؟ لا هو دلوقتي حضرتك يعني احنا يعني ما بقاش في دلوقتي فارق بين الثانوي العام وخريج الدبلومات الفنيه، لان طبعا يعني ده بقى كويس في العملي وده كويس في النظري، فبنعمل حتى لما نيجي بندمج الطلبه مع بعض بحيث في الحاله ده يستفاد من ده وده يستفاد من ده، وتلاشت العمليه يعني. حتى دلوقتي احنا طالعين قرار اول امبارح بتعيين معيدين في الجامعه يعني. يعني عيننا 6 معيدين، لان كان طبعا عندنا 3 برامج يعني الطلبه اتخرجوا منهم، فكل برنامج عيننا 2، لقينا يعني بالصدفه كده في 3 ثانويه عامه و3 دبلومات فنيه مناصفه جت بالصدفه يعني. طبعا هناخد الاول والثاني يعني. صحيح. فهو حضرتك يعني دلوقتي حتى في الدراسه ما بقاش يعني اول ترم في الحاله ديت هو الطلبه يعني بتتعود، وبعد كده الامور بتمشي، ده بيساعد ده وده بيساعد ده. هي. والامور الحمد لله يعني احنا بنشوف نقط الضعف ايه اللي موجوده مثلا في الدبلومات الفنيه زي اللغه الانجليزيه، بنحاول نكثف الكورسات ليها بحيث ان الطالب في الحاله ديت يعوض ويمشي مع زمايله الثانويه العامه يعني. طيب لو بعض الاهالي تقول حضرتك ايه، طب اودي ابني جامعه تكنولوجيه، ولا مع احترامنا يعني كليه التجاره، كليه الحقوق، وبعض التخصصات يعني الكليات النظريه، حضرتك تنصح الناس بايه؟ والله انا انصحه الحاجه اللي يضمن لها فرصه عمل يخش فيها يعني. بس طبعا لو احنا بصينا لخريجين الحقوق وخريجين التجاره الاعداد كبيره يعني، انما جامعات التكنولوجيه لسه جامعات جديده والفرص بتاعتها فرص واعده، احنا يعني حتى يعني مش عايزين الطالب بتاعنا يلاقي فرصه عمل هنا، لا ده احنا عايزين يسافر بره ويلاقي فرصه عمل دوليه يعني. حتى كمان بنعلمه رياده الاعمال بحيث ان هو ما يعتمدش على نفسه بس يلاقي فرصه عمل نفسه، لا ده ممكن يفتح شركه ويعين. بتعلموهم ده دكتور؟ في رياده الاعمال حضرتك وفي مهارات التواصل والحاجات ديت، بحيث ان الطالب في الحاله ديت حتى بنجيب لهم ناس من الهيئه العامه للاستثمار يدوهم رياده الاعمال، وبيدوهم بيقولوا لهم ازاي تعمل مشروعك، ازاي تعمل مشروعك، وازاي ايه الجهات المموله، وهو بيعمل كونتاكت بين الطالب مع الهيئات ديت، بحيث ان الطالب في الحاله ديت يعني نتمنى طبعا الطلبه بتوعنا ان شاء الله يعني يلاقوا فرص عمل كويسه. مش عايزين يطلعوا يعني موظفين يعني، هدف لا احنا مش عايزين موظفين، احنا بقول يا اما في الحاله ديت تشتغل تلاقي فرصه عمل هنا مستريحه او بره، او تعمل شركه وتشغل فيها الناس القرايبك والحاجات ديت. كويس، شايف الوعي بيزيد والناس معرفتها بتزيد يعني الحمد لله يعني. عندنا في طلبه عملوا يعني شركات وهم في سنه رابعه يعني طبعا قبل ما يتخرجوا يعني. فالحمد لله الامور كويسه والناس طبعا عندها يعني بقى في وعي عن قبل كده، بحيث ان الطالب فهل دي هتعرف يعني. حتى مثلا في الاوتوترونكس هو لو ممكن يفتح مركز خدمه مثلا للسيارات الجديده. صح. دي يعني صح. عندنا كان السنه دي في مشروع تخرج الطلبه حولوا سياره بنزين لسياره كهربائيه،
يعني من ايه تو زد يعني. هم اللي عملوه. هم اللي عملوه ما عدا البودي بتاع السياره طبعا كان هي سياره قديمه. كفايه بس هم اشتغلوا على الموتور والامور دي كلها. طبعا يعني فديت من الحاجات الكويسه، وحتى في بعض الجهات يعني قالت ممكن يعني ندعمهم ونمولهم في الحاله ديت، بحيث يبقى ممكن يبقى الشركه مثلا او ستارت اب يعني.